طبعاً أني توم القط الشرير. طبعاً راح أشوفكم شغلة راح تنصدمون من عدها. شوفوا شنو طالع بالتلفزيون. يلا خلي أشغل التلفزيون ونقول بسم الله. شوفوا شنو هاي؟ لا 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 لا، وين الريموت؟ شنو هاي القناة؟ أعوذ بالله، شنو هذا الفار جيري يقتلني؟ لا خلي غير القناة. واو، هاي القناة أحسن والله العظيم. أوكي، طبعا نسيت أقول لكم، هذا جيري الفأر المشاغب الفقير يعيش معاي بالبيت، بس المشكلة أني أكرهه، ما أحبه دائما. لحظة، لا يكون سرق الطعام مالي مرة ثانية. خلي أشوف الثلاجة. أوف يا ربي، هم رجع هذا الفأر جيري الشرير وسرقني. والله العظيم راح اسوي له عقاب واقتله. خلي اروح للبيت ماله شباب بنات. يلا خلي اروح للبيت ماله، بس قبلها خلي نشوف شنو طالع بالقناه اللي بعدها. ماكو شيء. لا, لا 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 والله العظيم الا عاقبه، شنو يجي يضربني هيك. اوكي هاي القناة أحلى قناة بالتاريخ. يلا خلي أروح عاقبة شباب بنات. طبعا هو هذا الفأر المشاغب يختبئ بالبيت مالي، مسوي له كهف أو حفرة. شوف وين يختبئ، هنا أنا. أوكي جيري، جاري الفار المشاغب اطلع. ما اطلع من هنا، هذا بيتي. شنو بيتك؟ والله العظيم هذا بيتي، اذا ما تطلع والله العظيم بعد ما تاخذ جبن. انا ما اخاف من عندك، انت توم الكلب. لا تقول عني كلب. شباب بنات سمعتوا شنو قال عني؟ خلاص اذا ما تطلع من هذا البيت مالي والله العظيم راح اسوي لك عقاب واعاقبك واكلك. انا ما اخاف من عندك. اطلع اطلع جبان، والله لو بس امسكه. شباب بنات وين يختبئ؟ والله ما جاي يشوف شيء. اوف يا ربي شلون ورطه هاي، والله العظيم تعبت اني. والله لو بس اقدر امسك هذا الغبي كان ارتاحت، دائما يسرق الطعام مالي. اني ما اسرق منك طعام، هذا طعام الجبن المفضل مالي. خلاص ابقى هنا بالبيت. شباب بنات تعرفون انا شنو راح اسوي؟ راح اروح لصديقي هذا الكلب سبايك، ما ادري شنو اسمه، اقول له يساعدني حتى نجي ونمسك هذا الفار المشاغب. اوكي يلا خلي اروح له. ارجوك لا تصيح لي، انا اخاف من الكلب. لا راح اصيح له حتى تتعلم، بعد لا تحاول تسرقني وتخرب البيت مالي. دائما تجي تكسر الاغراض، تكسر النافذه وتسرق الجبن مالي. خلاص انا ما اخاف من عندك، شو تريد تسوي سوي. توم الغبي. أني غبي؟ خلاص خلاص راح نشوف شنو اللي راح يصير. شباب بنات يتحداني ويقول عني غبي، والله العظيم هذا أكبر جبان، لو هو فأر شجاع كان يطلع يواجهني وجه لوجه حتى أقتله. خلي أروح أني العفو لغرفتي. يلا يلا خلي أروح لغرفتي أجيب الطعام، أقصد الدايموند اللي عندي، حتى أروح لهذا الكلب سبايك. شوفوا راح أجيب ستاك دايموند وياي واروح للكلب سبايك، اعطي هذا الدايموند مقابل يساعدني حتى نمسك هذا الفأر المشاغب. شباب بنات لازم نمسكه. يلا انا خلي اروح ارجع الريموت اول مره. اوكي يلا خلي ارجع الريموت. اوكي رجعته. يلا هسه خلي اروح اصيح لهذا الكلب سبايك اقول له يساعدني حتى نمسك هاي التوم، ما ادري شو اسمه هذا القط الفأر المشاغب. هي انا ما اخاف، والله اذا تطلع من البيت بعد ما ترجع. هي عندي المفتاح، خلاص يلا ابقى هنا ابقى. يقلي اذا تطلع من البيت بعد ما ترجع. يلا شباب بنات. اوه هلو ضفدع، هلو خلي اقتله شباب بنات. اوكي تعال، والله العظيم اقتلك. اوكي لا ارجوك. قتلته. يلا شباب بنات اني اسف لان راح اقتل هذا الفأر جيري الشرير، بس مجبور، لا يخليني انام ولا يخليني اشاهد مسلسلي المفضل، يعني اني اشاهد القناة الحلوة اللي دائما اعاقب بها الفأر جيري، بس هو يغير القناة ويختار القناة هاي اللي يقتلني بيها. يلا مو مشكلة شباب بنات، اني خلي اروح لهذا الكلب سبايك واقول له يساعدني. والله العظيم اني جوعان كلش، يلا خلي اطلع من الكهف مالي هاي البيت حتى اروح ابحث عن الجبن. شنو هاي؟ اني جاي اشم ريحة جبن، بس لازم اتاكد انه هذا القط الشرير غادر البيت. يلا خلي اغادر شباب بنات. افتح يا باب. جاي اشم ريحة مال جبن. والله العظيم غادر البيت. اوكي يلا اني خلي اروح اكل جبن لان اني جوعان. يلا يلا خلي اروح اكل جبن. من وين ريحة الجبن تجي؟ والله ما اعرف. اوكي يلا يلا شباب بنات. اوكي لا لا مو بهذا المكان، يمكن منه. افتح يا باب. اوكي اوكي شنو هذا؟ لا 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 مو بهذا المكان، مليون بالمية مو بهذا المكان.
لا يكون بالطابق الثاني موجود الطعام. إيها أوكي، طبعا أني ما أخاف من توم الشرير ولا أخاف من الكلب سبايك، لأن أني الفار الشجاع. إي الفار الشجاع. أوكي يلا مو مشكلة، أني خليه أصعد. أوه نسيت، خليه أتابع برنامج المفضل. هاي شنو؟ شنو هاي؟ لا لا وين الريموت؟ هاي مو القناة مالتي الحلوة، هاي اوه خليه شاهد التلفزيون. ما شاء الله احلى قناة بالتاريخ، والله اتمنى اصير شجاع مثل عمي هذا جيري الشجاع حتى اقتل هذا البزونة او القط، بس والله ما عندي اني عضلات. اوكي مو مشكلة. شنو هاي؟ جاي شمريحة مال جبن. ايوه الثلاجة، خليه يسرقها يلا مو مشكلة. الجبن خليه ياخذه كله. ايه خليته كله. ها اوكي يلا اوكي شنو هاي؟ اوكي خليه اكله يحظى. نم 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 خليه اكله. هاي شنو صار؟ والله والله الجبن هذا يخبل، ما شاء الله احلى جبن بالتاريخ. بس لحظة، توم الشرير يريد يمسكني ويقتلني، انا شلون راح اخليه ما يقتلني؟ والله ورطة هاي، خليه اسوي بيه مقلب حتى ما يقدر يدخل للبيت. اي يلا شباب بنات ها. اوكي لحظة لحظة نفتح هذا الباب، شنو موجود هنا بالصندوق؟ لحظة، اوبي كاكس حلو واكس، وهاي الدير، تشوفوا شنو راح اسوي شباب بنات تشوفوا. اوكي بعد شنو نحتاج؟ وبكت مال ماي. يلا شباب شوفوا شنو راح اسوي، مقلب خرافي ان شاء الله ينجح وبعد ما يقدر يقتلني هذا توم الشرير. يلا 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 اول مره خليه يرجع الريموت اوكي حتى ما يشك انه اني لعبت بالاغراض. يلا مو مشكله، والله اني جوعان. جبن يخبل يخبل الجبن. اوكي شوف المقلب اللي راح اسوي ان شاء الله يضبط. اوكي لحظه شباب بنات نكسر اول مره هاي. اوكي بالغلط، اوكي نكسر هاي الخشبه وهاي وهاي، هسه شو نسوي؟ لحظه لا ما اريد اكسر هاي. اوكي تمام، هسه ايش راح اسوي؟ نكسر هاي الديرتايات يا شباب ويا بنات. اي لان هذا الديرت لازم اكسره. هسه شو نخلي؟ بكت لاب. لا 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 يا شباب بنات شنو هاي؟ اوكي خليه اجيب بوكت ثاني، خليه اجيب بوكت ثاني. يا ربي شلون ورطه هاي؟ من دخل البيتي؟ بسرعه بسرعه اجي اجي، هذا توم الشرير. لحظه لحظه لحظه، يا رب ما يكتشفني، يا رب ما يكتشفني. اوكي وينه؟ اي عنده بوكت لافا ثاني. يلا يلا سريع سريع، اني اسف لان طورت عليكم. اوكي ها يلا واحد اثنين منا. وي وي اوكي يلا خلي اللافا بهذا المكان. اي شوفوا شوفوا شباب بنا. لا 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 لا. اوكي ايه اوكي خلصته، نخلي بوكت لا. استغفر الله شلون ورطه هاي؟ والله اني فار غبي فار غبي، ليش ما اخليها من هذا المكان؟ اي شوفوا نخلي اللافا هنا. لحظة يا رب نجحت يا رب نجحت. اوه نجح المقلب، ان شاء الله توم الغبي بس يجي يدخل البيت راح يطيح باللافا ويموت واخلص منه. اوكي يلا يلا مو مشكلة، خليه يرجع هاي الاغراض اني. اوكي يلا شباب بنات خليه يرجع هاي الاغراض كلها، ان شاء الله تضبط الحركة او المقلب مالتي. يلا الجبن اريده. اوكي اوكي يلا يلا رجعتهن. هسه اني وين راح اروح؟ اني اقول لكم خلي ارجع اختبئ بالبيت مالي. منو بالبيت؟ اوه لا يكون هذا الفار الشرير. يلا يلا بسرعه بسرعه يا يوف يا يا جري. يلا خلي اسد الباب. نسد يا باب. اوكي يلا خليه يبقى هنا ومختبئ. الحمد لله والشكر نجح المقلب. ايوه اخيرا اني وصلت للبيت مال سبايك الكلب الشجاع. اوكي يلا خلي اروح اني لهذا الكلب الشجاع عقلي يجي يساعدني. اوكي اوه وصلت له الحمد لله والشكر. اوكي السلام عليكم، شلونك عمو الكلب؟ ايه منو؟ منو هنا؟ اوه هلا والله هلا والله بالقط الغبي. ايه انا مو غبي، اريدك تساعدني. وليش اساعدك مثلا؟ شنو عندك لحم؟ دايموند حتى اساعدك، لان انا ما اسوي شيء مجانا. انطيك اللحم هذا، شوف عندي ستوك مال لحم. ايش قلت؟ شوف اكل اكل اكل. اوه واو ما شاء الله يخبل، هذا من وين جبت اللحم؟ هذا اللحم
عندي كثير من عنده، وعندي بعد دايموند، كل شيء اني عندي. شوف اني غني، انطيك اي شيء تريده مقابل تساعدني بمهمه صعبه كلش كلش كلش. وشنو هاي المهمه؟ قل لي حتى اساعدك. اريدك تجي وتمسك هذا الفأر الغبي وتقتله، لان اني ما قدرت امسكه. اوه الفأر جيري صديقي هذا، تريدني اقتله مو؟ لا لا اني ما اقدر اقتل صديقي، اسف. انطيك استاك بلوكا دايموند، وانطيك استاك لحم. ايش قلت؟ اوه خلاص اني موافق، بس قل لي وين البيت مالك؟ تعال وياي، تعال وياي وشوف. تعال يلا شباب بنات، راح اقتله. يلا انتظرني يا غبي. انا جاي جاي جاي. اوكي شباب بنات، راح تنجح الخطه مالتي ونمسك هذا الفار الغبي. بس قل لي ليش تريد تقتله؟ شنو مسوي لك؟ دائما يخرب البيت مالي وما يخليني انام براحتي، يخرب ويطلع صوت ويسرق الطعام. ها يلا خلاص انا راح اساعدك، وين البيت منه؟ اي البيت منه، يلا امشي امشي. اوكي شباب بنات ما شاء الله اني متحمس كلش، الان راح نمسك هذا الغبي جيري. ها اوكي يلا يلا مو مشكله، احنا وصلنا هنا، وصلنا. ها يلا خلي اركض اني متحمس. اوكي شنو هاي؟ شنو ايش صاير؟ شنو هاي؟ وينك؟ وينك سبايك؟ شنو تريد تخدعني؟ تريد تسوي بيها مقلب وتقتلني؟ لا والله العظيم مو اني. مع السلامة اني رايح. لا لا ارجع ارجع، بالقرآن مو اني، هذا الفأر الغبي يريد يقتلنا. ها يعني بهاي الطريقة؟ خلاص اني قررت اساعدك، بس اذا تريدني اقتل هذا الفأر اكو مهمة اريدك تسويها الي. وشنو هاي المهمة؟ اول مرة ادخل البيت وحتى نمسك هذا الفأر. اوكي يلا شباب بنات تعالوا خلينا نسوي طريق اول مرة. اوكي والله هذا الفأر مشاغب. اي تعال ادخل، تعال تعال. اوف يا رب نسيت اخليه يوقف، تعال امشي. يلا اني جاي جاي، بس جاي استريح شوية تعبان. اوكي يلا جاي جايك جايك، يلا والله اني متحمسة. اوكي اوكي شباب بنات تعال تعال هنا، شوف تعال سبايك. ها ها شنو؟ وين البيت مال هذا الفأر الغبي؟ البيت هذا هنا موجود، تعال تعال اريدك تمسكه. والله ما اطلع من البيت. منو هذا اللي يتكلم؟ تعال سبايك هذا هنا ادخله. سبايك هذا صديقي. منو هذا؟ منو يتكلم؟ منو هنا؟ اوه جيري، هلا والله جيري، شلونك؟ والله اني ما اطلع من البيت. صديقي سبايك اريدك تساعدني. لا اني ما اساعدك اليوم، راح اقتلك. ايه تعال توم توم توم، عندي كلام مهم وياك. شنو الكلام؟ تعال برا تعال برا تعال. انا جيت لك، قول شنو اللي تريده من عندي؟ اسمعني، اريدك تروح تشغل التلفزيون اللي توه شفته انت، روح بسرعه. راح تجي وياي مو؟ اي اجي وياك. يلا يلا خليني اشوف، خليني اشغل التلفزيون ونشوف شنو اللي يريده من عندي هذا سبايك الكلب الاسطوره. هذا مو سبايك؟ سبايك اي ها جيت جيت. اي هذا التلفزيون شغله يلا. اوكي بسم الله، شوف شنو هاي، شنو هاي؟ هاي المهمة إذا راح تسويها أنت والمتابعين راح أساعدك ونمسك هذا الفأر الغبي ونقتله، بس إذا ما تسويها أنت والمتابعين ما راح أساعدك وراح أغادر البيت وأقول لك مع السلامة. خلاص خلاص يلا شباب بنات، يلا هاي فرصتنا الأخيرة حتى نمسك الفأر الشرير هذا ونقتله. يلا شباب بنات اللي أريده من عندكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات. والله العظيم مهمة سهلة مو سبايك؟ إيه سهلة والله العظيم، أني ابني هذا الغبي عمره سنة واحدة سوى هاي المهمات بسهولة، يعني المتابعين الأساطير ما يقدرون يسوونها. اوه ابنك هذا الكلب الغبي مو؟ ايه هذا غبي كل شيء ما يعرف، بس يعرف يسوي لايك واشتراك. يعني شنو تقصد متابعين اغبياء؟ لا لا اقصد يعني يقدرون يخلون لايك واشتراك، بس قل لهم. اوكي شباب بنات يلا هسه اللي اريده من عندكم كلكم تضغطون اللايك، يعني مهمات سهله، لايك اشتراك وتفعيل جرس الاشعارات حتى توصل لكم المقاطع الجديده مو سبايك؟ اي اسمعني هسه اني راح امسك هذا الفأر جيري، بس خليني اقترب من البيت ماله. تعال تعال وياي، تعال تعال يلا شباب بنات لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، يلا تعال وياي. اني جاي جاي. اوكي شباب بنات جيري جبت لك صديق، اطلع وشوف شنو جبت لك. اسمعني توم،
انت اريدك تروح تغادر هذا البيت وتعوفني لوحدي، راح ابقى بهذا المكان وان شاء الله راح امسكه واجيبه لك انت تاكله. اوكي؟ ها ما يقدر ياكلني. خلاص نشوف. واو نجحت الخطة مالتي، واذا مسكت اعطيك الهدية اللي قلت لك عليها. يلا شباب بنات، قل لي غادر البيت. بس ليش يريدني اغادر؟ اني ما اعرف، بس مو مشكلة راح اغادر البيت وان شاء الله نشوف شنو اللي راح يصير. نسيت شغلة، يعني تعرفون شباب بنات احنا بكل مقطع نكتب اسماء المشتركين. يلا خلي نكتب اسماءكم اليوم شباب بنات. نسيت غرفة المشتركين، اني اسف. راح نكتب اليوم بلافتات، مو مشكلة، راح نكتب فقط 3 اسماء. منو اللي راح نكتب اسماءهم؟ اني راح اقول لكم. اوكي وين نكتبها؟ وين نكتب الاسماء؟ وين شباب بنات؟ نشوف لنا مكان اسطوري. وهاي غرفة المشتركين نعتبرها. اوكي اول اسم راح نكتبه اليوم بغرفة المشتركين الاسطورية اللي هو صديقنا احسان. اوكي راح نكتب بالعربي احسان. اوكي احسان، لان ما اعرف اكتب احسان بالانجليزي، ما متاكد. احسان صديقنا من سوريا، صديقنا حبيبنا الاسطوره، تستاهل. الف مبروك، دخل اسمك بغرفة المشتركين. الاسم الثاني اللي هو محمود. اوكي شباب بنات، محمود للاسف ما كتب لنا من اي دوله هو، بس يستاهل، كتبنا اسمه شباب بنات. الف مبروك المحمود، والف مبروك الاحسان. نسيت بعد اسم شباب بنات. انا مثل ما قلت لكم بكل حلقه راح اكتب اسم بنيه واسم ولد. خليني اكسر هاي لحظه. اوكي نكتب هنا أنا اسم صديقتنا فرح. لا يا فرح كتبنا اسمها، ايش اسمها؟ نسيتها. اي هاجر. اوكي يلا نكتب اسم صديقتنا هاجر. اوكي هاجر، الف مبروك الهاجر ومحمود واحسان، الف مبروك لهم، دخلت اسماءهم بغرفة المشتركين. طبعا هاي مو غرفة مشتركين، بس ان شاء الله بعدين انقلها لغرفة المشتركين. فشباب بنات اللي يريد اسمه يدخل بغرفة المشتركين، كل اللي عليه يسوي لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ويكتب تعليق حلو ويتابعني. لحظة، صديقتنا هاجر ما تابعتني على الانستغرام، يعني ما اكتب اسمها. شباب بنات شنو تردون تخدعوني انتم؟ يلا هسه اذا تردوني اكتب اسماءكم لايك واشتراك وتفعيل جرس تنبيهات وتابعوني على الانستغرام، رابط حسابي موجود بالوصف. يلا كلكم تابعوني على الانستغرام حتى اكتب اسماءكم الاسطوريه. اني اسف يا هاجر، بس تابعيني على الانستغرام وراح ارجع اسمك. اوكي يلا هسه اني خلي ارجع هاي الاغراض للغرفه مالتي. يلا شباب بنات. اوكي يلا خلي ارجعها. اوكي ايه رجعت شباب بنات، وهسه خلي اروح اغادر البيت وان شاء الله سبايك راح يحل المشكله وان شاء الله يقتل هذا الفأر الغبي. شلونك سبايك؟ هلا، ليش ما غادرت البيت؟ مو قلت لك عندي مهمه اريد اسويها. خلاص راح اغادر البيت. اوكي خلاص مع السلامه. اوكي شباب بنات خلينا نشوف شنو راح يسوي. والله اني ما اعرف. اوكي اني خلي اروح للمطعم اكل لي وجبه حلوه وان شاء الله من ارجع القى الفار ميت. اوكي يلا خلي اروح للمطعم. واخيرا غادر هذا الفار، ما ادري ايش هذا القط الشرير، مو غادر لو لا. اي غادر، يلا اطلع بسرعه ما راح اقتلك. كذاب، تريد تقتلني؟ مع الاسف عليك، والله العظيم توقعتك صديقي. والله ما قتلك، اطلع. ليش قتلك؟ انت صديقي، يلا اطلع منا. اطلع. اوكي انا طلعت، بس انا وين اروح؟ ما عندي بيت، ارجوك ساعدني ولا تقتلني. اسمع، ليش ما تجي تعيش معاي بالبيت؟ وهذا التوم القط راح يعطيني استاكب لوكات دايمود وان شاء الله اشتري لك بيت لوحدك بيش قلت. يعني تخليني اعيش بالبيت مالك مو؟ اي اخليك. يلا امشي للبيت مالي. اوكي يلا انا رايح للبيت مالك. واو والله اني كلش فرحان. انتظرني بس اسمع، اريدك توعدني بشغله. قول اني اسمعك، شنو تريدني؟ اسمع، لمن بعد ما اريدك تجي لهذا البيت حتى توم ما يعرف انه اني ما قتلتك. اوكي؟ لان اذا يعرف اني اطلقت سراحك وما قتلتك راح يزعل من عندي واحتمال ياخذ الفلوس ويقتلني. خلاص ما اجي لهذا البيت. يلا امشي. يلا انا جاي وراك، جاي بسرعه، اطلع من البيت. اوكي والله ورطه هاي شباب بنات، بس الحمد لله والشكر سبايك ما قتلني. ها اوكي سبايك، وين البيت مالك؟ هذا يمك على الجهه اليسرى، من منا. يلا اي منا، ادخل.
هذا؟ واو ما شاء الله البيت خرافي. واو بس سبايك أنا جوعان. جوعان؟ جاي اشرب ريحة مال طعام بالمطبخ، روح أكل. أوه يلا شباب نط. واو شنو هذا البيت الأسطوري ما شاء الله. وين هذا المطبخ؟ أوكي يلا أريد طعام، أني أريد طعام. شنو هي؟ ماكو ريحة جبن هنا. شنو أنت تاكل ج... فار، أنت توقعتك تاكل لحم. تعال وياي تعال. يلا أني جاي جاي. اقعد هنا، اقعد هنا على الكرسي. يلا أني قعدت على الكرسي، وين الطعام؟ اسمعني، حاليا الطعام ما عندنا، أريدك أنت تبقى بهذا البيت وأني راح أجيب لك طعام، أوكي؟ خلاص أنا راح أروح أنام تعبت، شكرا لأن أنقذت حياتي أنت. يلا مع السلامة، بس لا تغادر البيت. أوكي ما راح أغادر. أوف يلا شباب بنات خلي أروح للغرفة الفوق بالطابق الثاني شوف شنو موجود. أوه ما شاء الله، واو مكان حلو. فأوكي شباب بنات وصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المشاهدة وشكرا لكم لأن أنقذتوا حياتي وما خليتوا توم يقتلني وضغطوا لايك. فأوكي شباب بنات إذا تردون تشوفون الجزء الثاني ضغطوا لايك واشتراك، وأيضا تابعوني على الإنستغرام رابط حسابي بالوصف، وأيضا كل يوم أسوي بث مباشر. أوكي لحظة، اوه رجعت لكم. طبعا شباب بنات كل يوم اسوي بث مباشر على برنامج بيجو لايف، رابط تحميل البرنامج موجود بالوصف، اريدكم كلكم تتابعوني على برنامج بيجو لايف، وان شاء الله كل يوم اسوي بث مباشر، مرات اسوي بث الظهر، مرات العصر، مرات بالليل يعني 8 9 10 بالليل. فشباب بنات اكو جوائز حلوه واسطوريه بالبثوث نسويها، فاللي يريد من عندكم هسه كلكم تحملون برنامج بيجو لايف، رابط تحميل البرنامج بالوصف، وايضا تتابعون على برنامج بيجو لايف، الاي دي مال حسابي ايضا بالوصف. يلا تابعوني كلكم حتى تشاركون بالبثوث، وبس مع السلامة، باي باي.